بدايه يوم جديد وبدايه حلقه جديده. صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، اكيد هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن موضوعات كثيره جدا، ولا سيما مباراه الامس بصفه خاصه، ولكن طبعا ده كله الى جانب كلامنا عن الرياضات، سواء الرياضات المختلفه داخل النادي الاهلي او داخل الوطن العربي او حتى الاخبار العالميه كما عودناكم دائما. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك. صباح الخير جدا. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على حضراتكم جميعا. وزي ما كريم كده قال، احنا اكيد هيكون معانا فقره هنتكلم فيها عن مباراه امس، وكلام كتير بصراحه محتاجين ان احنا نناقشه كده بشكل اكتر يعني تفصيلا، وملف التحكيم والفار، واللي هو المفروض اصلا الفار كان معمول علشان يمنع اي خطا يعني بشري، ولكن الوضع الحالي اللي احنا عمالين نشوفه يا كريم، معلش يعني في علامات استفهام. قلنا الكلام ده قبل كده وبنقوله دلوقتي، واعتقد ان احنا هنقوله كمان بعد كده. على كل حال خلينا نتكلم في كل ده بس في الفقره الاخيره مع كابتن شريف عبد المنعم اللي هيكون منورنا. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن لجنه المراه بالنادي الاهلي والانجازات اللي بتتم على الارض يوم بعد يوم. حقيقي اللجان في النادي الاهلي يعني لو حضراتكم بجد هتتابعوا في شغل بيتم يوميا، ومؤتمرات وندوات وفعاليات، كل ده بيفيد في الاول وفي الاخر اكيد جمهور النادي الاهلي والاعضاء. فهنتكلم في ده تحديدا ونشوف كمان الايفنتس اللي جايه، لان في كذا ايفنت جاي خاص بالمراه ولجنه المراه، اعتقد هيكون مفيد جدا كمان من الجماهير اللي حابب ان هو يروح يحضرهم في فروع النادي المختلف. خلينا بقى نبدا معاك يا كريم، والكلام اللي بجد بقى علشان ايه الكلام بجد، والكلام اللي يفرح القلب واللي يراضي ناس كتير قوي تعبت كتير هي واهاليها عشان يحققوا لنفسهم وللبلد حاجه محترمه. صحيح. دايما لما بتنجح او لما بتعمل حاجه مميزه وحاجه تكون تعبت فيها بجد، وبتلاقي كل اللي حواليك عمالين يهنوك بيها، بتكون طاير من الفرحه ونفسك تحقق النجاح اللي اكبر من كده وبكتير كمان. ما بالك بقى لما تلاقي مش اللي حواليك، ده مصر كلها بتحتفل بيك، وكمان السيد رئيس الجمهوريه شخصيا بيستقبلك وبيكرمك عشان اجتهدت وعشان تعبت وعشان رفعت اسم بلدك في العالم. ده اللي حصل بالتحديد امبارح لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ابطالنا اللي حصلوا على ميداليات في دوره اولمبياد طوكيو 2020، وكرمهم ومنحهم وسام الرياضه هم واجهزتهم الفنيه. قد ايه التكريم ده بيكون مهم جدا، لانه فعلا بيفرق جدا 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 مع اللاعب او اللاعبه اللي اجتهدوا وتعبوا لسنين طويله، هم واولياء امورهم، هم واهاليهم، وطبعا خاضوا بطولات ما بين قاريه وما بين عالميه عشان في نهايه المطاف يتاهلوا للاولمبياد ويمثلوا مصر ويحصلوا على ميداليات. الجميل بقى لو حضراتكم خدتوا بالكم ان وسام الرياضه كان بدرجه كل ميداليه، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منح وسام الرياضه من الطبقه الثالثه لاصحاب الميداليه البرونزيه والمدربين بتوعهم، ووسام الطبقه الثانيه لاحمد الجندي صاحب فضيه الخماسي الحديث ومدربه، ووسام الطبقه الاولى لصاحبه الذهبيه في ريال اشرف ومدربها. فطبعا شيء محترم جدا وشيء يدعو للفخر، واكيد هيبقى ملهم لكتير جدا غيرهم من الرياضيين. احنا يمكن يا كريم نقلنا ده يعني على الهواء امبارح، وكان خبر يعني حصري، وقلنا ده وقلنا قد ايه كلنا فرحانين بهذا التكريم برضو من سيادة الرئيس. يعني فعلا تفاصيل بسيطة ممكن تكون فيها رسائل كتيرة جدا، يعني انت تتكرم، يعني كمان مش بس بتتكرم وخلاص يا كريم، بقدر هنا تعبك وجهدك ونجاحك وتحقيقك لذاتك ولبلدك بحاجة، اعتقد يعني بتخلي اللي جاب هنا هنقول البرونزية وفضية عايز يروح بعد كده للذهبية المرة اللي جاية. زي ما احنا قلنا امبارح، في حافز بيكون موجود على الارض، اللي جاب الذهبية عايز يكمل، عايز يجيب تاني وعايز يرفع اسم بلده تاني. سيادة الرئيس كمان خليني أقول لحضراتكم، يعني وجه رسالة على الصفحة الرسمية عقب بقى التكريم الرسمي ده، وجاءت نص الرسالة كالآتي. قال سيادة الرئيس: شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار، وأؤكد دائما دعمي الكامل لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. شكرا لكم يا أبطال، واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. أنا عايزة بقى أقف عند الجملة الأخيرة دي،
وده اللي احنا يعني من دلوقتي كنا بنتكلم ان احنا عايزين نجهز له. احنا عدينا مرحله بما فيها من سلبيات وايجابيات وظروف مرينا بيها ونقصان في بعض الامور ودعم في بعض الامور الاخرى، ولكن سياده الرئيس لو انت فاكر كريم وقلنا الكلام ده هنا على طول بعد لما خلصت الاولمبياد، هو تحدث ان انا سعيد جدا وفخور باولادي، بس هذا المجال لسه فيه كتير انا عايز اعمله ولازم نعمله. ف مع الرسالة دي، مع الرسالة الحالية يعني الرسالة السابقة مع الرسالة الحالية دي، أنا متأكدة إن شاء الله ولازم كلنا يبقى عندنا ثقة إن بعد كده فرنسا 2024 لا الوضع هيبقى مختلف تماما على الأرض. هكذا نتمنى وهكذا تستحق مصر ويستحق أبطالها وبطلاتها. إحنا عندنا خامات زي الفل، وبعدين لما بيكون في تركيز في شيء ده إحنا بنبهر العالم في رياضات معينة زي ما حصل في كرة اليد، زي ما حصل في السكواش، وعلى فكرة نفس الكفاءات دي في رياضات مختلفة كلها موجودة عندنا وبأقل الإمكانيات يا كريم. طبعًا تخيل طبعًا مع الدعم بقى، ولما يتكلم سيادة الرئيس ان هو هيهتم بهذا الملف وان احنا محتاجين اكتر واكتر، فانا مستبشره خير جدا، وزي ما قلت لك يا رب يبقى في فرصه كمان كلنا نحضر هناك ونشجع يعني بلدنا. اتمنى اسم مصر يترفع كتير جدا ويكون في كذا ميداليه ذهبيه لان احنا حقيقي نستحق. طيب ده الجزء اللطيف، الجزء الحزين بقى اللي مليان شجن الحقيقه. يعني نروح بقى مع حضراتكم على دوري العجائب. امبارح طبعا كلنا اتفقنا حلو دوري العجائب ما سمعتش عليه غير كده، اعتقد ده احسن مصطلح ممكن يطلق هو عليه. دوري عجيب من اوله، خلي بالك يعني عجيب في الجزء المنطقي اللي فيه، اللي هو ان فكره ان الناديين الاكبر والاثقل هم اللي بيتنافسوا ماشيين مع بعض راس براس، ده جزء ده شيء ده شيء ايجابي مش وحش جدا ابدا جدا جدا. لكن في النص بقى تلاقي شويه رفايع ما انزل الله بها، يعني في الاول وفي الاخر يا كريم انت مش عايز تكون بتنافس نفسك، انا عايز الاعب فرق في مستوايا او يعني الى حد ما قريبه من مستوايا، لكن حاول اكسب كده برضو دي غريبه شويه. طب احنا بذمتك يعني بذمتك انت شخصيا، احنا لوحدنا قلنا كلمه الفار مصحوبه بعلامات استفهام وعلامات تعجب كام مره خلال الفترة وهنقولها لسه ولا مؤكد لك ان احنا هنقولها ليه؟ المفروض ان الفار ده يقطع النوع ده من الاقوال، هو ده السبب اصلا في استخدامه او التقنيه دي ان هي تبقى موجوده اصلا. ايه عجيب يعني امبارح مثلا حضراتكم اكيد تابعتوا معانا الماتش امبارح، في يعني الكره لقيناها جوه يعني المرمى والحكم قال لا مش جوه المرمى وبالتالي مش جول. يعني طب يعني الكره معديه خط المرمى، امتى هنحسبها بقى؟ لما تخبط في العارضه الداخليه للمرمى مثلا. وبعد ادي مثلا النقطه الثانيه، الفار اللي يعني اتعودنا شويه في الفتره الاخيره ان مثلا ايه لما نوصل لمرحله ان لا هنعمل تشيك مع الفار، اللي بيتفرج بقى على الماتش اللي عنده مشوار يروح يخلصه بسرعه ويرجع، اللي عايز يدخل الحمام، اللي عايز يحضر الغداء، لان الفار بياخد وقت طويل قوي. امبارح يعني في لمح البصر صدر القرار، اسرع قرار حتى هذه اللحظه بالغاء الهدف، فدي برضو من ضمن الامور العجيبه حبتين. انا بتفق معاك جدا، ولما هنيجي نتكلم يا كريم عن اخطاء تحكيميه لازم يعني نقول اوكي وارد في كل العالم ان ده يحصل، ما عندناش اي مشكله، مش بنقول احنا الوحيدين اللي في العالم يحصل لنا ده، حلو. لكن الاخطاء يا كريم لما توصل لمرحله الكوارث اعتقد احنا هنا بنتكلم بقى في مرحله يعني تانية خالص او ليفل تاني. احنا حاليا في مرحله حاسمه، احنا معانا النقطه وقلنا الكلام ده اكتر من مره وكل عارف يعني النقطه الصغيره بتفرق، فلازم يكون في تركيز اكتر من كده. يعني عايز اقول لك على حاجه، احنا مش بنطلب يعني حاجه، احنا عايزين بس يا سيدي انا عايز حقي، عايز يعني سواء حقي هيكسبني او هيخسرني بس اديني حقي، هي دي النقطه. يعني بالامس هدف ياسر ابراهيم، يعني انا ما اعتقدش في حد بجد ينتمي الى النادي الاهلي او لا ينتمي، وحضراتكم اكيد تابعتوا امبارح الاستوديوهات التحليليه المختلفه بنسبه 99% الجميع بيتحدث ان هو هدف صحيح مليون في الميه. طب حضرتك بتلغيه ليه؟ يعني حاجه بقت غريبه وسخيفه في نفس الوقت، انا مش عارفه هنوصل لايه بعد كده. ف على كل حال برضه هنرجع نقول تاني، مش هتبقى حاجه جديده وما اعتقدش ان دي هتبقى اخر مره، ولكن احنا محتاجين حل زي ما انت بتقول واخرتها ايه. خلينا بقى نعرف اكتر مع كابتن شريف عبد المنعم في الفقره لان الموضوع كده صعب جدا بصراحه. امبارح موسيماني وبسبب اللي حصل قال انه محبط للغايه بسبب النتيجه والتعادل السلبي امام طلائع الجيش، واكد كمان على ان كل اللاعبين عملوا اللي عليهم، بذلوا مجهود كبير جدا وساعوا كلهم لتسجيل في اكثر من فرصه ومن خلال اكثر من مناسبه، ولكن يعني لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح. وقال يعني برضو ادلى بدلو فيما يتعلق بمساله التحكيم، قال لا احب الحديث عن الحكام ولن اتكلم عن ذلك الامر الان. حكم مباراه الجيش لديه خبرات كبيره وربما لم يشاهد الكره التي لعبها ياسر ابراهيم براسه في الشوط الاول بسبب زاويه الرؤيه، ولكن يوجد ثلاثه حكام ولم يلحظها احد وكذلك تقنيه الفيديو.
مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر، وهو أمر يسبب الكثير من الإحباط. بص يعني أصل الموضوع برضو يعني مش عارفة ألاقي له وصف. لما تيجي تتكلم تقول خطأ تحكيمي، هو مش خطأ، طب أخطاء تحكيمية، ما مش أخطاء بس، هي مش مجموعة، هي كوارث تحكيمية بتحصل. وخلي بالك من حاجة، الكلام لما يجي حد مثلا يقول لك آه ما أنتوا بتقولوا كده علشان أنتوا تعادلتوا مثلا، لا خد بال حضرتك من حاجة، احنا قلنا الكلام ده قبل، يعني قبل يمكن كل مباراة بنقوله، يعني مش بنقوله بسبب نتيجة مباراة ما، احنا بنتكلم بنعقب على مباراة بتكون مثلا فاتت او حتى سابقة، ممكن نكون مباراة فزنا فيها بس برضو بنعلق على هذه النقطة. فالموضوع ملوش علاقة بالنتيجة اللي الاهلي بياخدها او بيحصل عليها في الاخر، احنا بنتكلم ان دي او دي مشكلة عندنا بقالها فترة طويلة جدا. وحضراتكم معلش يعني بالعين المجردة نقدر ان احنا نشوف ونحكم، مش محتاجين حاجة، يعني في امور واضحة زي الشمس زي ما بتقال. فلغاية امتى؟ هو ده اعتقد السؤال. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان خليني اقول لحضراتكم كان ليه لقاء امبارح، هو اتكلم عن غياب الفار وضغط المباريات وتفاصيل يعني اللي حصل مع الاهلي في مشوار الدوري كله. قال ان التعادل السلبي امام طلائع الجيش ده نتيجة اكيد غير مرضية، لكن الاهلي لم يحصل على حقه في المباراة، وان الفريق خسر نقاطا في مشوار الدوري وكانت كفيلة حقيقي ان هي تحسن من الموقف الحالي. خلينا نروح نتابع جزء من هذه التصريحات ونرجع نكمل. الفار وعمايله ما اعرفش، كابتن محمود بسيوني ما اعرفش يعني انا بقى لي فتره طويله يعني ماسك، يعني حكم لي تقريبا مباراتين، مباراه مع دجله من حوالي 4-5 سنين حسب عليها ضربه جزاء على مؤمن زكريا تقريبا ولا حاجه، ما لهاش علاقه بالقانون اصلا، يعني القانون ما اتغيرش ساعتها، جت في كتفه وبعدين في ايده راح حاسبها. النهارده يعني كان من كام يوم، من 13 يوم كان موجود برضو على الفار عندي في مباراه دجله، وجاب ابراهيم نور الدين برضو كابتن ابراهيم نور الدين وقال له تعالى شوفها. النهارده يا راجل ده احنا بقى لنا 32 مباراه الفار استدعى الحكم مثلا 3-4 مرات في ال 32 مباراه، تمام؟ يعني الفار في الكاف حسب لنا في حكم لنا 5 مباريات كلهم حاجات صحيحه 100%. الفار في الدوري المصري عندنا يعني 11 ضرب جزاء او مثلا ممكن يكون 10 ضربات جزاء ما حدش بيرجع لحد. انا مش منفعل ولا حاجه، بالعكس انا بقر بالاخطاء، احنا اخطانا كتير جدا، مجهدين جدا، الفرقه مجهده، الفرقه ميته ان صح التعبير من المشاركات والسفر وتغيير الملاعب. لك ان تتخيل فرقه من 27 نوفمبر السنه اللي فاتت لحد دلوقتي، كمية سفر مش طبيعية، كمية واللي بيقول لك عشان تكافئ الفرص يطلعني، يعني ألعب يوم الأربعاء اللي فات في اسكندرية، وبعدين ألعب السبت في القاهرة، وبعدين ألعب الثلاث في السويس، وبعدين ألعب الجمعة اللي جاية في اسكندرية، وبعدين يقول لك تكافئ فرص، وبعدين تنام. بص بقى تنام تلاقي واحد مثلا ايه يعني راح بعت لك جدول كده على الفطار، يعني كون انت لسه ما يعني ما صحتش وركزت، يعني طيب النهارده الشهر الجاي مثلا المفروض ان انت عندك 3 بطولات، تمام؟ المبدا التكافؤ الفرص ده في توقف دولي، يعني بتوقف دولي، التوقف الدولي ده هيبقى من يوم 28 ليوم 7، اقطع دراعي من هنا انه هو ممكن يحط لك يوم ماتش يوم 9 يوم 10 يعني في الكاس، ما انت ما لعبتش، تمام؟ الراجل اللي كان بيقول لك يعني ايه عشان مبدا تكافؤ الفرص والفرقتين يوم لغي ماتش اسوان، مبدا تكافؤ الفرص، فاهم؟ يعني مبدا تكافؤ الفرص يوم لغي اسوان، يعني احنا هتلعب برضو الكاس نفس الكلام، يعني هتضغط ام الماتشات زي ما هي بالشكل اللي بنلعب بيه ده، يعني فرقه على مدار 32 اسبوع، على مدار 32 اسبوع لعبنا 17 ماتش 32 اسبوع 17 ماتش او 16 ماتش كل 48 ساعه. يعني انا عايزه حضراتكم بس تركزوا او كنتوا يعني لو مركزين في طريقه حتى كلام كابتن سيد وكابتن موسيماني، في نوع من مش هقول لك اللي هو يعني شعور عادي مثلا بالزعل او الحزن مثلا بعد نتيجه غير مرضيه، لا في نوع من علامات الاستفهام والحيره، وهو ليه بيحصل كده واخرتها ايه، كل ده تقدر ان حضرتك تفهمه من بس مجرد انك تشوف الملامح اللي موجوده. خلينا ناخد على التليفون كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي ونفهم اكتر. يعني كابتن ناصر طبعا انا هصبح على حضرتك في البدايه، ومعلش يعني عايزين نفهم من حضرتك وتفاصيل بقى اكتر،
وايه اللي بيحصل؟ ودي مش اول مره، وحضرتك كنت معانا قبل كده وكنت منور برضو قناه الاهلي كذا مره، وناس كتيره جدا حتى لا ينتموا للنادي الاهلي تحدثوا ان في اخطاء بتحصل او بتحدث يعني متكرره مع النادي الاهلي، واحنا ما عندناش رفاهيه ان يبقى في اخطاء ابدا او نقاط لا تحسب او غيره. خليني افهم من حضرتك يا كابتن، اتفضل يا فندم. صباح الخير عليك يا مهوان، صباح الخير عليك كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلينا نتكلم في البداية بصفة خاصة عن مباراة أمس، وبعدين هتكلم بصفة عامة عن الأخطاء التحكيمية اللي حدثت خلال مباراة نادي الأهلي في بطولة الدوري. بداية قبل ما أتكلم في التحليل التحكيمي، أنا بقول إن أنا بحمل الحكام الفار أمس المسؤولية كاملة عن إلغاء هدف صحيح 100%. الكرة تعبر بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة، وللأسف الشديد الفار لم يتدخل. حالة من الحالات المهمة جدا جدا اللي أثرت في نتيجة المباراة. مش بس هي دي الحالة، ولكن خلينا أقول إن الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباراة فقدت النادي الأهلي أكثر من 15 نقطة على مدار هذا الموسم. الأخطاء التحكيمية هي لها حدود على فكرة، يعني الأخطاء التحكيمية لها حدود. صحيح. وبنسبة التحكيم المفروض الأخطاء التحكيمية لا تتعدى 10%. بالقياس بالأخطاء التحكيمية هذا الموسم، أنا أعتقد إن الأخطاء زادت عن 35%، وده كتير أوي في التحكيم. خلينا نروح للهدف اللي الكل بيتكلم عليه، وهتكلم بالمنطق وهتكلم يعني أنا بستغرب وعلامات استفهام كبيرة جدا جدا على عدم احتساب هذا الهدف. لما نيجي نشوف اللعبة، وانا محتاج بس حد يعني يوقف، بس هقف هنا. هقف هنا وهنتكلم بالمنطق مع بعض كده وبالافتراضات الجميلة. نمرة واحد، لما انا ما عنديش تقنية متكاملة، يعني المفروض حاجة اسمها الجول لاين تكنولوجي، دي مش موجودة في التقنية للأسف الشديد. بس خليني بس نثبت الصورة، خليني بس يعني عشان خاطر اوضح للسادة المشاهدين الامور ماشية ازاي. هاجي اروح للحكم المساعد اللي هناك، من فضلك بس وقف لي من فضلك على لقطه لاعب طلائع الجيش وهو واقف على خط. بس اللعبه ديت هقول يا فندم، خليني نقط بس. الرجل اليمين هنا بتلامس خط المرمى، الرجل اليمين هنا بتلامس خط المرمى. لما الرجل اليمين تبقى موجوده على خط المرمى، يعني حد يفهمني، انا كنت حكم دولي ومحاضر دولي. الرجل الشمال هنا، لو احنا عملنا القياس ما بين الرجل اليمين والرجل الشمال، انا شايف الرجل الشمال تخطت خط المرمى على الاقل ب 50 او 60 سم. المحيط بتاع خط المرمى او حجم خط المرمى هو 12 سم. خط المرمى دوت سمكه 12 سم. لما تبقى القدم من الركبه للمشط اللي هو لعب الكره داخله بالكامل، داخله بالكامل المرمى، واللاعب اخرج الكره من داخل المرمى. اين تقنيه الفار؟ اين تقنيه الفار في هدف صحيح 100%؟ وما تقوليش اصل الفار ما تدخلش، او ما تقوليش ان التقنيه مش جاهزه. انا هنا بتكلم في النادي الاهلي اللي خسر امس نقطتين، مش امس بس، وفي مباريات كتيره قبل كده ان الفار لم يتدخل. والغريب انا عاوز اسال سؤال، ان هذه الحاله لم تستغرق في الشك عليها اكثر من 5 سنين. في بعض الحالات التحكيميه، وهقول ان الماتش المباراه اللي فاتت كان هناك حاله استغرقت 5 دقائق و38 ثانيه، حاله كانت بيتعمل عليها تشيك خاص بالتسلل. لان حاله زي ديت امبارح حصل فيها تشيك 5 ثواني، ده انت حتى ما لحقتش حتى انت كفار تشوف الحاله بشكل جيد. يعني انا بقول ان هنا الفار بحمله مسؤوليه كامله في عدم احتساب هدف صحيح. خسر النادي الاهلي امبارح بنقطتين، والهدف الكل يعني بالمنطق وبالعرف وبالمعايير التحكيميه الهدف هنا صحيح. وقلت ان الرجل اليمين هنا بتلمس خط المرمى اللي هو سمكه 12 سم، الرجل الشمال تقريبا داخله اكثر من 50 60 سم. ده فيما يتعلق بالهدف، وهنا زي ما قلت علامات استفهام كبيره على حكام تقنيه الفار في هذه الحاله. شرح اكثر من رائع يعني للتفاصيل
بتاعه الهدف بالامس كابتن ناصر. خليني بقى اروح مع حضرتك لان الموضوع بجد بقى مثير للاعصاب حقيقي والله. احنا بنتكلم احنا مش عايزين غير حقنا يعني، ما تجاملنيش لكن ما تظلمنيش يعني. موضوع غريب جدا، واشمعنى كل جول مع النادي الاهلي اروح اشوف الفار؟ انت بتفقد حتى جمهور الاهلي اللي بالملايين متعه ان هو يفرح اول ما الجول بيجي، ففي ايه يعني؟ هو للدرجه دي اجوال الاهلي محتاجه في كل حاجه فار؟ عايزين نفهم. انا بقول حاجه مهمه جدا يعني. هذا الكلام انا قلته قبل كده، بقولت ان المباريات المتبقيه من بطوله الدوري العام لابد من اختيار الحكام الاكفاء، ومش عيب ابدا ان انا اقرر حكم الميدان واقرر حكم الفار، لان انا النهارده ببحث عن العداله التحكيميه. بالظبط. من غير المعقول النهارده تجيب لي حكم فار خبرات قليله. معلش انا عندي كمان مشكله هنا، ان عندنا المشكله ايه هي؟ ان الحكم احيانا لا يثق في قرارات الحكام الفار، نتيجه ان الحكم ذات خبره كبيره، حكم دولي، حكم الفار حكم صاعد لسه ما عندوش الخبرات، وبالتالي هنا في مشكله ما بين الحكمين. عشان احط حكم وندفع احنا بقى الضريبه يعني، انا ادفع الفاتوره يعني معلش يعني كده. عشان احط حكم فار في مباراه مهمه لابد ان يكون عنده الخبرات والشخصيه التحكيميه الكبيره، اللي يبقى عنده قناعات بحساب المخالفات ايضا، ويكون الحكم مباراه مقتنع بكل قرار هو بيقول له عليه. انما انا شايف من العكس في هذه المباراه، وانا قلت الكلام ده اكثر من مره، وقلت ان عندنا مشاكل في حكام الفار. زي ما قلت انا بتكلم بس خاصه في مباراه امس، انا عندي حاله من الحالات المهمه جدا جدا ايضا بخلاف الهدف الذي لم يحتسب. هنا اتكلم على قضيه بالله عليك، قول لي ان اللاعب المدافع هنا الرجل والقدم رايحه فين؟ يعني حد يديني هذه اللقطه، هل من المعقول ان الفار لم يتدخل فيها؟ طيب لو قلنا ان الحكم هنا ما عندوش القدره نتيجه عدم التمركز ونتيجه عدم وجود زاويه واضحه لهذه الحاله، اين دور الفار في حاله ركله الجزاء الصحيحه التي لم تحتسب لجونيور اجاييه وهو يبعد تماما عن خط المرمى تقريبا 3 يارد؟ هنا هذه الحاله ايضا لم تتراجع من الفار، وانا برضه بحمل الفار مسؤوليه عدم استرجاع الحكم. هو احنا قلنا الفار اتعمل ليه؟ الفار هو وسيله مساعده وتحقيق العداله التحكيميه. للاسف الشديد امبارح انا شايف ان هدف صحيح 100% لم يحتسب، وعلامات استفهام كبيره، وايضا ركله جزاء صحيحه لم تحتسب جونيور اجاييه نتيجه عدم تدخل الفار. وزي ما قلت حالتين من الحالات الواضحه جدا جدا صحيح. لو كان تم احتسابهم اعتقد كانت المباراه كانت هتروح طيب. في حته ثانيه. كابتن ناصر اولا بصبح على حضرتك صباح الفل يا فندم، سعداء بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي. بعد اذنك انا اسف طبعا للمقاطعه، بس طبعا يعني ايه الموضوع ملح جدا. احنا بقالنا فتره طويله قوي يعني تقريبا ما فيش مباراه في الفتره الاخيره للنادي الاهلي كان يخلو كلام فيها عن الفار وارتباطه الوثيق بمظلوميه ما للنادي الاهلي. الفار المفروض ان هو اتوجد لتحقيق مبدا احقاق الحق، واعتقد ان في الفتره الاخيره المبدا ده اتهز بشكل كبير جدا، واعتقد ان في الفتره الاخيره الفار او التقنيه دي يعني فرغت المعنى ذات نفسه او المبدا نفسه من مضمونه. فليه اللي حاصل ده بيحصل بشكل متكرر وبشكل لافت للنظر، بيرتقي لمرتبه انه بيشكل ظاهره عجيبه تستحق التامل، والكلام ده دايما ما بيحصلش غير مع النادي الاهلي. هل تكرار هذه النوعيات من الامور بشكل مستمر وبشيء من الاصرار معناه ان في شبهه سوء نيه مثلا؟ كابتن خلينا نفترض، يعني مش هقول سوء نيه، ولكن انا ايه اللي استفدته انا كنادي اهلي؟ بس ده السؤال، سواء بقى في سوء نيه، سواء في قصور في تقنيه الفار او قصور في تدريب الحكام. انا بتكلم استاذ كريم على النادي الاهلي النهارده كمجلس اداره، كجهاز فني واداري، وكلاعبين، وكل العاملين على منظومه الرياضه في النادي الاهلي خاصه فريق كره القدم. النادي الاهلي النهارده صرف كتير، بذل مجهود كبير، النهارده بطوله بتضيع منه بسبب الاخطاء التحكيميه. من المسؤول؟ يعني انا النهارده استفدت ايه النهارده حضرتك لما بتحط لي حكم النهارده قليل في الخبره، سواء كانت التقنيه غير مجديه او التقنيه غير متكامله؟ انا النهارده بتكلم على النادي الاهلي النهارده خسر باخطاء تحكيميه واضحه جدا وضوح الشمس للاسف الشديد. هقول اهمال من الحكام، هقول قصور في التقنيه، هقول مشكله في اختيار الحكام، هقول ان الحكام ما تدربوش كويس، او هقول التقنيه قليله. انا في النهايه انا عندي دوري كبير يا استاذ كريم، دوري اقوى دوريات موجوده على مستوى العالم العربي، عندي نادي كبير زي النادي الاهلي والمنافسين، يجب النهارده انا كمسؤول
يعني اوفر كل العوامل المهمه جدا جدا في نجاح المسابقه. للاسف الشديد انا شايف الاخطاء التحكيميه هنا ان الامور زادت عن حدها، الاخطاء التحكيميه اثرت في نتائج كثيره جدا صحيح. جدا، وقلنا الاخطاء التحكيميه المؤثره اللي الفريق اللي هو لم تحتسب له هذه الاخطاء تاثر بالنقاط، وبالتالي بتكلم في 15 نقطه هذا الموسم. ونقول كلام مرسل، ولو جبنا الحالات التحكيميه حالات تحكيميه واضحه جدا جدا جدا. طيب انا عندي سؤال اخير لحضرتك كابتن ناصر لو تسمح لي، علشان برضه نستغل وجود حضرتك معانا، يعني ماذا على دلوقتي النادي الاهلي ان يتخذ من اجراءات، وهل سيتخذ من اجراءات من وجهه نظر حضرتك اصلا ام لا؟ يعني خليني اعرف مفروض نعمل ايه دلوقتي. هو انا هرجع لمباراه غزل المحله، بس تسمحي لي. اتفضل يا فندم. مباراه غزل المحله النادي الاهلي خسر فيها 3-1، دي مباراه من ضمن المباريات. بعد هذه المباراه اللي لم تحتسب فيها ركله جزاء صحيحه لصالح محمد هاني، الخطا واضح جدا جدا وضوح الشمس، وللاسف برضك هرجع للفار الذي لم يتدخل ولم يستدعي الحكم في هذه الحاله، دي نمره واحد. نمره اثنين، عندي في دقيقه 46 من الشوط الثاني بطاقه حمراء صريحه وواضحه للاعب غزل المحله نتيجه منع فرصه محققه لتسجيل هدف، الفار لم يتدخل والحكم لم يحتسب ولم يشهر البطاقه الحمراء. هذه المباراه بعديها على طول ان الاهلي عمل بيان كبير جدا. ايوه صحيح، وطلب حكام اجانب، وقال ان انا عندي استعداد ان ادفع مصروفات الحكام الاجانب سواء كان على ملعبي او خارج ملعبي نتيجه الظلم التحكيمي اللي كان موجود في هذه المباراه. وقالوا ان التحكيم هيبقى كويس وان المباريات اللي جايه كلها هتبقى تمشي بشكل رائع وهكذا. يعني الاهلي عمل اللي عليه قبل كده. صحيح، احنا قرينا البيان هنا. صحيح، بس هي كررت مرة تانية يا فندم، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، يعني ايه الحل؟ وقدم احتجاج. انا بقول ايضا يعني الحلول ان يعني المسؤول عن اللعبة والمسابقة لابد ان هو يبحث عن تطوير منظومة الفار، لان هذه المنظومة من البداية كان فيها استعجال، وانا قلت الكلام ده اكتر من مرة، تدريب الحكام لم يكن كافي لهذه المسابقة. من فضلك لو انت عاوز تطبق تقنيه ما عندكش الامكانيات، كان لابد انك انت تاجلها في هذا الموسم وتعتمد على الحكام، لان انا النهارده لما يكون حكم من غير فار انا بعذره. النهارده الفار موجود لمساعده الحكم وتحقيق العداله التحكيميه. انا شايف ان العداله التحكيميه في هذا الموسم للنادي الاهلي يعني للاسف ما كانتش موجوده نتيجه الاهمال والتقصير، نتيجه التقنيه، نتيجه عدم اختيار الحكام المناسبين للمباريات، وقلت الكلام ده اكتر من مره. كلنا والله وكل الناس قالته اكتر من 100 مره كمان. على كل حال يعني يا كابتن ناصر انا بشكر حضرتك انا وكريم جدا على هذه المداخله الاكثر من رائعه، ونتمنى يعني قريبا يتم تغيير هذا الوضع، ولو ان احنا واثقين ان دي مش هتكون برضو اخر مره للاسف الشديد ان احنا بنتكلم بهذا الشكل. يعني شكرا ليك كابتن ناصر عباس الخبير التحكيم. انا مش من الناس اللي بتميل دايما يعني لفكره ان احنا نعلق اخطاء او مشاكل معينه حصلت على شماعه الغير، بس حقيقي الموضوع ده ابتدى يكون ملفت للنظر جدا في الفتره الاخيره. وبعدين الاهم ان نوع المشكله جايه او مرتبطه بشيء المفروض، تاني هرجع اقول دي تقنيه المفروض اتعملت لاحقاق الحق عشان الحاجه اللي يسهو عنها الحكم، يبقى عندنا بقى ايه تقنيه الفار ونرجع لها من كل الزوايا. لكن لما تتكرر الحكايه دي حتى في حاجات ما فيهاش مساحه حتى للاهتمام بان احنا نرجع للفار، لان هي واضحه وضوح الشمس، واللي بيقول لك زي ما بيقولوا في المثل اللي ما بيشوفش من الغربان يبقى اعمى. فما اعرفش الموضوع يعني فعلا لافت للنظر، خلينا لافت بس ده يعني اضعف الايمان يعني. على كل الاحوال خلينا بقى نستكمل اخبارنا مع حضراتكم. امبارح في قرعه امم افريقيا اللي هتقام ان شاء الله في الكاميرون يناير من عام 2022، القرعه اوقعت منتخب مصر مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو. اعتقد الى حد كبير نقدر نقول انها مجموعه متوازنه. مبارياتنا هتكون اولا مع نيجيريا يوم 11 يناير، ثم غينيا بيساو يوم 15 يناير، وبعد كده مع السودان يوم 19 يناير. تم سحب القرعة بالأمس في العاصمة الكاميرونية بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الكرة الإفريقية، وطبعا بحضور أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال بجانب محمد بركات مدير منتخب مصر. بتشهد البطولة لأول مرة مشاركة 7 منتخبات عربية، وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان وجزر القمر. وتعالوا نتعرف أكتر على نتيجة هذه القرعة. المجموعة الأولى بتضم الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.
المجموعة الثانية السنغال، زيمبابوي، غينيا، ملاوي. المجموعة الثالثة المغرب وغانا وجزر القمر والجابون. والمجموعة الرابعة نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو. والمجموعة الخامسة الجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار. المجموعة السادسة تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا. حلو جدا، زي ما انت قلت هي مجموعة تعتبر متوازنة، التوفيق ان شاء الله يا رب لمصر. نروح بقى دلوقتي الخبر قريناه مع حضراتكم امبارح في الصحف المختلفة، وعايزين بقى ندي حضراتكم برضو مزيد من التفاصيل حوله، لان كان في بيان امبارح برضو صدر من اللاعب كريستيانو رونالدو اللي أصدر البيان اللي كنا بنتكلم بشأنه عن الشائعات اللي ربطت اسمه، وأعتقد كلنا تابعنا ده، بالانتقال لصفوف عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة. سمعنا هو كريستيانو رونالدو راجع ريال مدريد، هو كريستيانو رونالدو هيروح مانشستر سيتي، هو كريستيانو رونالدو هيروح باريس سان جيرمان، كل ده كان اتقال. لكن كريستيانو قال بيان أو كتب بيان، نشر بيان عبر حسابه تحديدا فيسبوك، قال فيه بقى: كل من يعرفني بيدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل، هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية، وفي ضوء كل ما قيل وكتب مؤخرا لابد لي من تحديد موقفي. وكمل كلامه وقال تحديدا: هناك حالة من عدم الاحترام لي كشخص وكلاعب بسبب الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، وهي عدم احترام لجميع الأندية التي ذكرت في هذه الشائعات، كذلك لاعبيها وموظفيها. وأضاف: لقد كتبت قصتي مع ريال مدريد وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام من خلال الجوائز والألقاب التي فزت بها، وكل شيء مسجل في المتحف وفي أذهان كل مشجع للنادي. وأضاف أيضا: هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في بعض الدوريات المختلفة مع عدم محاولة للبحث عن الحقيقة، قصرت صمتي الآن لأقول أنني لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي واستخدامه بهذه الطريقة، تركيزي الآن على مسيرتي المهنية وعملي فقط، ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها، وأي كلام آخر مجرد كلام. ده كان الرد قاطع، وإيه زي ما بيقول أنت كلمتك كافي ووافي. خلينا نطلع فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بكم مره ثانيه، ودلوقتي اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلتنا العزيزه جدا روزان ناصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره. بالمناسبه بيقولوا ان احنا شبه بعض، شوف انت رايك ايه في الموضوع ده. انا وروزان، انت وروزان افتكرت انا وانت اللي شبه بعض، مش هتبقى حلوه ليكي دي، هتبقى خبر حزين. اكيد لا. صباح الخير روزان، اتفضلي سامعيني. اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. النهاردة أنا متواجدة في الفرع الرئيسي للنادي الأهلي، خليني أبدأ معاكم بالأجواء هنا بالفرع الرئيسي للنادي الأهلي. درجة الحرارة النهاردة عالية شوية، ولكن في أماكن هنا في النادي الأجواء فيها طبعا كويسة جدا. كمان متواجد عدد كبير من الأعضاء كبار السن بيتناولوا الفطار بتاعهم مع عدد من الأطفال كمان، واللي منهم يعني بيتدربوا سباحة ومتواجدين من بدري. كمان في سيولة مرورية تم خارج النادي الأهلي، أي حد عايز يكون متواجد يعني مش هيلاقي أي زحمة وهو جاي في الطريق. نروح بقى لأخبار فرقنا، وهنبدأ أكيد بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا بعد مباراة أمس مع طلائع الجيش يستأنف الفريق تدريباته تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني مدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. اليوم التجمع الساعة 4 والتدريب الساعة 5، استعدادا طبعا لمباريات الدوري الممتاز المتبقية، واللي هم 3 مباريات: أمام المصري يوم 20 أغسطس في استاد اسكندرية، أمام الجونة يوم 24 أغسطس في استاد خالد بشارة، وأمام أسوان يوم 27 أغسطس في استاد السلام. خلينا نروح بقى للألعاب الأخرى والمواجهات. الأهلي في دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد المقامة في المغرب، المواجهة الأولى أمام ريما النيجيري يوم 24 من هذا الشهر في 6 مساء، المواجهة الثانية أمام ريد ستار يوم 26 في تمام 6 مساء، والمواجهة الثالثة أمام فاب الكاميروني يوم 28 في تمام 6 مساء. وكمان هتقام مباريات دوري الثمانية يوم 30/31 من نفس الشهر، وهتقام مباراتي نصف النهائي يوم 1 من شهر سبتمبر، وهتقام المباراة النهائية يوم 2 سبتمبر.
عايزين نقول كمان ان رجال يد الاهلي يحققون الفوز وديا اليوم على البنك الاهلي بنتيجه 30-20 وذلك استعدادا لخوض بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. كمان الفريق الاول تنس الطاوله بالنادي الاهلي رجال وسيدات يخوض 3 مواجهات مهمه ضمن منافسات البطوله العربيه للانديه اللي بتقام في الاردن وتستمر حتى 23 اغسطس الجاري. رجال تنس الطاولة يحققون الفوز الأول في البطولة العربية بالفوز على البيشماركا العراقي بنتيجة 3-0 والأهلي يتبقى له مباراتين أمام الأرثوذكسي الأردني والتضامن الكويتي سيقامان غدا. سيدات تنس الطاولة يحققوا الفوز الثاني ليهم كمان في ثاني مباريات البطولة العربية على فريق غازي الجنوب العراقي بنتيجة 3-1 ليتصدروا المجموعة. الأهلي كمان حقق الفوز في المباراة الأولى أمام الأرثوذكسي الأردني ويتبقى الأهلي مباراة واحدة فقط في المجموعة أمام العربي الكويتي. أخيرا ثلاثي الأهلي إيهاب أمين عمرو الجندي عمر طارق في رواندا من معسكر المنتخب استعدادا لخوض بطولة الأفرو باسكت. دي كانت كل أخبارنا هنا من الفرع الرئيسي بالنادي الأهلي. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. احنا كمان نشكرك جدا زميلتنا العزيزة يعني روزان نصر على هذه التغطية الأكثر من رائعة. شكرا لك. نروح بقى على مقر جريدة البوابة نيوز مع زميلتنا العزيزة مريم سميح وهنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع المختلفة. مريم صباح الفل عليكي. طبعا أكيد عندك النهاردة مجموعة كالعادة من المانشيتات الملفتة للنظر بالنسبة لنا أنا ونهواند. شفنا أن يمكن من أهمهم على الإطلاق ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح, وعنوان تاني بقى ده يستحق التأمل اللي هو إيه, الدوري الفرنسي فاز بضم ميسي لكن كرة القدم خسرت. فخشي علينا بالتفاصيل بقى اتفضل. صباح الخير عليك يا كريم, بصبح عليك أنا هواند وطبعا بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد, جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. طبعا زي ما انت قلت يا كريم معانا عدة منشطات فعلا مثيرة للجدل وهتكون معانا خلال هذه الجولة, وكمان هيكون معانا أبرز الأخبار الصادرة صباح اليوم الأربعاء. خلينا نبتدي بمنتخبنا طبعا من البوابة سبورت. البدري يعلق على مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2021. أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن المجموعة التي وقع فيها منتخب مصر طبعا بجانب نيجيريا وغينيا بيساو وكمان السودان هي مجموعة يعني متوازنة وليست سهلة في كأس الأمم الأفريقية 2021. طبعا يعني حسام البدري شايف ان هذه المجموعه ليست سهله نظرا لتطور جميع المنتخبات في المستويات, وكمان اصبحوا يمتلكون يعني يمكن عناصر على اعلى مستوى. كمان اضاف البدري ان هو عنده ثقه كبيره جدا في ربنا طبعا في المقام الاول وفي امكانيات لاعبيه وقدراتهم بتخطي هذه المجموعه وتقديم مستويات طيبه ترضي طموحات الشعب المصري باكمله خلال الفتره المقبله. كمان قال البدري ان مع جهازه الفني يفكر في كل مرحلة بشكل منفصل وأنه حاليا لا يركز إلا في مشوار الفريق ببداية تصفيات كأس العالم لتحقيق التكليف الآخر بالصعود لنهائيات هذه التصفيات, كما حقق التكليف الأول طبعا بالصعود إلى كأس الأمم الأفريقية موضحا أنه مع كل عناصر المنظومة بداية من رئيس الاتحاد المهندس أحمد مجاهد وأعضاء لجنته ثلاثية مرورا باللاعبين وأعضاء الجهاز الطبي وكمان الفني والإداري يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في إرضاء الجماهير وتلبية طموحاتهم كمان بالتواجد في المحافل الدولية وخاصة كأس العالم اللي أكيد يعني حسام البدري قال إن أي منتخب بيشارك في كأس العالم بيكون شرف كبير ليه وسام شرف لكل من يساهم في هذا الإنجاز العظيم. كمان طالب حسام البدري من خلال تصريحاته يعني كل جماهير كرة القدم المصرية استمرار الدعم اللي بيقدموه طبعا للمنتخب المصري في تلك الفترة العصيبة والاستثنائية في تاريخ كرة القدم المصرية. تاني عناوين النهاردة من روسيا اليوم, بعد الجدل ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح. أكد تقرير إسباني أن نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ليس ضمن خطة نادي ريال مدريد للتعاقد معه سواء في الميركاتو الصيفي المقبل أو خلال الفترة الحالية أو الموسم المقبل. وذكرت شبكة ديفانسا سنترال الإسبانية أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح يعني يمكن اعتمد إثارة الجدل
الجدل من خلال حسابه الرسمي وتصريحاته من خلال حسابه الرسمي على تويتر، كمان بشأن مستقبل النجم المصري، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: عقب تألق صلاح أمام نوريتش سيتي السبت الماضي بصناعة هدفين وتسجيل الثالث، كان في تصريح مثير للجدل بالنسبة لرامي عباس، وكان هو تمنى أن يشاهدوا ذل. أوضحت أن تغريدة عباس كانت بمثابة وسيلة ضغط على إدارة نادي ليفربول طبعا عشان يجددوا عقدهم مع النجم المصري خلال الفترة المقبلة أو المواسم المقبلة. وأشارت الشبكة إلى أن صلاح ليس ضمن خطة نادي ريال مدريد سواء الصيف الجاري أو الموسم المقبل، حيث أن الاهتمام الرئيسي يتجه نحو مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، وهالند كمان لاعب بروسيا دورتموند. ومن صحيفة الشرق الأوسط: الدوري الفرنسي فاز بضم ميسي لكن كرة القدم خسرت. يعني طبعا التقرير يمكن اتكلم شوية عن المباريات اللي هتقام يوم الأحد المقبل، وهي مباريات مهمة جدا الحقيقة. هناك مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد، وروما كمان ضد فيورنتينا، ونيس ضد مارسيليا. التقرير يعني رصد ان مباراة ريال مدريد وليفانتي لن تكون على المستوى المطلوب، خاصة ريال مدريد بيعاني من ضغوطات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، ولم يعني ينجح في التعاقد خلال الموسم الصيفي الحالي أو فترة الانتقالات الصيفية إلا مع ديفيد ألابا. ولكن يعني عندما سيلعب باريس سان جيرمان سيختلف الأمر تماما أكيد، خاصة عندما سيلعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب كل من نيمار ومبابي، خاصة أنه من المحتمل أن يسجل ميسي ونيمار ومبابي يعني عشرات الأهداف خلال هذا الموسم. وصحيح أن باريس سان جيرمان يعني قد خسر لقب الدوري الفرنسي، ولكن التقرير شايف أنه رغم هذه الخسارة في الموسم الماضي، ولكن الشيء المؤكد أن ذلك لن يحدث مرة أخرى، وبالتالي تزداد شعبية مزيد يعني الدوري الفرنسي الممتاز بدرجة كبيرة جدا بعد انضمام ميسي. وكمان سيهتم مزيد من الناس بمشاهدة مباريات باريس سان جيرمان هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم السابقة. وأكبر دليل على ذلك طبعا يعني يمكن الحشود، وكمان رؤية أعداد هائلة من الجماهير المتحمسة في المطار بانتظار وصول ميسي، وكمان قوائم الانتظار الكبيرة جدا اللي طبعا رصدتها يعني وسائل خلال الفترة الماضية أمام متجر باريس سان جيرمان لشراء قميص ميسي، وهذا دليل على الحماس الكبير لجمهور طبعا الكرة الفرنسية خلال الفترة المقبلة. أخيرا من موقع كورة: باخ يحضر افتتاح الألعاب البارالمبية. ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيزور اليابان لحضور افتتاح ألعاب طوكيو البارالمبية، والمتوقع وصول باخ إلى اليابان يوم 23 أغسطس الجاري. جدير بالذكر طبعا أن الجهات الأربعة المعنية بالألعاب البارالمبية اتفقت على إقامة المنافسات دون جماهير، وتنطلق الألعاب البارالمبية يوم 24 أغسطس من الشهر الجاري وتمتد حتى 5 سبتمبر المقبل. وطبعا عايزين نقول ان اختتمت منافسات اولمبياد طوكيو 2020 في وقت سابق هذا الشهر بعد إقامة الألعاب دون جماهير ايضا بسبب يعني انتشار وباء فيروس كورونا. دي كانت ابرز اخبارنا في المنشطات الصادرة صباح اليوم من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة اخرى. شكرا ليك زميلتنا العزيزه مريم سميح، جزيل الشكر، وان شاء الله نرجع نلتقي على خير معاك في تغطيات قادمه باذن الله. انا استوقفني بس شويه الخبر اللي هو قبل الاخير اتكلمت بشانه الخاص بالمانشيت اللي انت قلته اللي هو الدوري الفرنسي فاز بميسي لكن كره القدم خسرت. اعتقد هيختلف البعض في هذا المانشيت، لان البعض بيرى ان لا يعني الاسامي الكبيره ودي مش اول مره انها تحصل، ان هي بتترك نوادي بتروح وتنتقل لنوادي اخرى، ولكن النادي ده مش معناه ان هو بيفقد رونقه او مكانته. الله اعلم اذا كانت هتنطبق او الكلام ده هينطبق على برشلونه ولا لا. احنا جبنا لحضراتكم قبل كده تقرير خاص بكل الخسائر كمان الماليه اللي هيتكفلها برشلونه، ويعني هتسبب اكيد ازمه حقيقيه عنده. ولكن فكره ان انا اقول ان كره القدم خسرت بغياب اسم حتى لو اسم عالمي، يمكن ان البعض يشوف ان ده في شيء من المبالغه. على الصعيد الثاني، لما هي تحدثت برضو مريم على باريس سان جيرمان واتكلمت قالت
ان هو خسر الدوري اللي فات، لكن اكيد اكيد لازم ان الدوري او المواسم اللي جايه اعتقد ان احنا هنشوف لعب او يعني كوره مختلفه لباريس سان جيرمان. اسامي عظيمه جدا، وكل موسم بنشوف يمكن اسم جديد بيضاف لهذه الكتيبه زي ما بنقول. هي مش فريق بس، يعني اسامي عالميه، راموس، نيمار، مبابي، ميسي حاليا، نيمار. فيعني لا معلش برضو اسامي ليها تقولها. فلو ما حصلش فوز بعد كده في دوري وغيره هيبقى بقى مش في علامه استفهام، هيبقى في حاجه مش مظبوطه. لا بس ارجع اقول لك برده خلي بالك، ما جزء من المتعه بيتحقق من فكره المنافسه. يعني مثلا لو كان كريستيانو رونالدو فضل زي ما هو في ريال مدريد، ولو تخيلنا ان ميسي زي ما هو في برشلونه، وتوزيع النجوم على الفرق الاوروبيه المختلفه، هنا هيخلي فيه المنافسه. كل فريق فيه على عنده على الاقل واحد او اثنين بيشكلوا قوه ضاربه. تعالي بقى نتخيل لو رونالدو فعلا كريستيانو رونالدو لو مجازا راح فعلا في يوم من الايام هو كمان لباريس سان جيرمان، فاضل ايه؟ فاضل مين؟ فاهم قصدي؟ اه والله يبقى انت عندك فريق واحد ده كتيبه اعدام. مش بس احنا عايزين نشوف بقى نتائج باريس سان جيرمان نفسها هتبقى عامله ازاي. هو ده التساؤل، هو ده المنتظر. يعني خلينا نقول اعتقد اي مباراه هيفوز بدوري الابطال ولا لا بقى للمره الاولى في تاريخه. والدوري الفرنسي اعتقد هيبقى مختلف تماما، فاكيد هنتابع مع حضرتك. بمناسبه الكلام عن اوروبا، تعالوا نروح للسوبر الالماني. امبارح توج بايرن ميونخ بلقب كاس السوبر الالماني للمره الثانيه على التوالي والمره التاسعه في تاريخه، بعد ما فاز على مضيفه بورسيا دورتموند بنتيجة 3-1. وبشكل عام يتصدر بايرن ميونخ سجل بطولات كأس السوبر الألماني برصيد 9 ألقاب. طبعا فريق كبير، فريق ليه تاريخ وليه ثقل كبير جدا جدا جدا. اما نشوف بقى الدوري الاوروبي عموما اكيد هيشتعل الفتره اللي جايه. اعتقد الكوره العالميه هيبقى فيها نوع من الاختلاف شويه، لان تنقلات كتيره، وشفنا نتائج ربما غير اعتياديه في 2020 تحديدا. يعني وكان موسم غريب شويه على الجميع، مش بس على حتى محليا احنا بنتكلم. على كل حال خلينا بقى نروح دلوقتي فاصل، بفكر بس حضراتكم انا وكريم عن فقرتين النهارده، فقره عن لجنه المراه بالنادي الاهلي، وفقره ثانيه هيكون منورنا كابتن شريف عبد المنعم. وزي ما كنت بقول لحضراتكم الحديث اعتقد هيفضل مستمر حول الكوارث وليست الاخطاء التحكيميه. فاصل وهنرجع نكمل. صباح الخير على حضراتكم مره ثانيه. ودلوقتي احنا بنتكلم عن لجنه المراه بالنادي الاهلي وما تقدمه من يعني ندوات تثقيفيه، واعتقد ده امور بتهم المراه المصريه. البعض من الناس قد يعني قد ياتي في ذهنه كده، طب هي لجنه المراه بتقدم ايه يعني ملموس على الارض؟ ايه اللي ممكن ان هو يفرق مع الناس او مع الجماهير او حتى مع المراه نفسها؟ خلينا نعرف ده من يعني الضيفه اللي منورانا نسمه حسن، عضو لجنه المراه بالنادي الاهلي. وهي نسمه فعلا والله صباح الخير. صباح النور يا نور. وذات وجه حسن. شفتي قفلنا لك الاسم منوره الدنيا يا فندم. انا بشكركم جدا الاول على مشاركتكم دايما لينا، على طول حاسه ان انتم معانا في كل ايفنتاتنا، فدي حاجه بسطانه جدا الحقيقه. وان شاء الله نبقى موجودين كمان انا او كريم مع استاذه انهار، دايما بتبعت لنا بجد الجدول باذن الله نكون موجودين بقى ونتصور معاكم ونصور الفعاليه ان شاء الله. انتوا ليكم نشاطات متعدده والحقيقه كلها ناجحه جدا وكلها مثمره وبناءه وفي منتهى الاهميه. يعني انا بشوف طبعا حضرتك اكيد ادرى مني بكتير، بس انا وقفت كتير عند مبادره نحو الاميه اللي اتعملت في النادي الاهلي، قد ايه دي حاجه انسانيا في قمه الاحترام. وسعدت جدا ان في حد من الناس اللي اتعلموا على ايديكم القراءه والكتابه، كانت اول جمله كتبها شكرا كابتن محمود الخطيب. شكرا بيبو. فتعالي نتكلم في البدايه عن المبادره دي تحديدا، وبعد كده نتكلم بقى في بقيه محو الاميه. ملف مهم جدا جدا بالنسبه لنا كلنا. بدايه فكرته طرحت طبعا في اللجنه من الاستاذه الجميله استاذه انهار، بجد يعني بحب اشكرها الاول على مواضيعها المهمه اللي هي دايما بتستشف مننا ايه المهم وايه المفيد، وبتدعمنا بكل ثقه بصراحه. وهي ومجلس الاداره والاداره العليا واللجنه التنفيذيه ما بيخلوش ابدا علينا باي دعم، سواء بقى مادي معنوي نفسي، كل حاجه بتتقدم علشان الحاجه تتم على اكمل وجه. بالنسبه لمحو الاميه، واول ما تم اقتراحه احنا طبعا كلنا محو الاميه لا حاجه حسينا فعلا قد ايه كل حد فينا عليه واجب وطني ان هو يعلم حد يكون يعني محتاج التعليم. صحيح. بدايه الفكره لما اتعرضت طبعا احنا رحبنا بيها جدا. طبعا بيتم عرضها في بروتوكولات كده ماشيه سنه سنه، بيتم عرضها على اللجنه العليا والاداره التنفيذيه ومجلس الاداره. كابتن الخطيب طبعا رحب بيها جدا جدا. تم التعاون ما بين الهيئه العامه لتعليم الكبار برئاسه طبعا عاشور عمري، السيد عاشور عمري وكابتن الخطيب رحب بيهم، وتم توقيع بروتوكول
ان احنا نقدم الموضوع ده على اكمل وجه. طبعا لما حصل وجه السيد عاشور في النادي تم توقيع البروتوكول، ابتدت بقى الانطلاقه بقى الكبيره بقى. قال طبعا احنا بدايه لازم يكون في دوره تدريبيه للمتطوعات. طب المتطوعات دي هتيجي ازاي؟ تم الاعلان عن الموضوع بصوره كامله ان في محو الاميه للعاملين بالنادي، وده من ضمن عائله برنامج عائله الاهلي اللي دايما كابتن الخطيب بيحرص على ان برنامج عائله الاهلي ده ينمو ويكبر لاعلى مستوى. طبعا النادي الاهلي بيقول لك تاريخ مبادئ تطوير. أيوة. فعلا بيهتم بالتاريخ، ازاي يفضل طول العمر تاريخ النادي الاهلي ده مدون بكل خير. المبادئ ان احنا مبادئنا واحده واهدافنا واحده، التطوير ان احنا بقى بنطور من اول العمال اللي هم اخواتنا. على فكره العمال دول سنين وسنين في النادي، حتى الجديد بتلاقيه لا النادي ده بيته الاصلي. فاعلنا عن المحو الاميه، برنامج محو الاميه وازاي هنشتغل عليه. طبعا اتقدم لنا بعد الاعلان. عاوز اقول لحضرتك كمان ان كابتن وليد كان حريص، رئيس اللجنه العليا طبعا كابتن وليد مبروك طبعا. صبح عليه، وعلى فكره صباح الخير يا كابتن، بتابع على طول 10 الصبح في الاهلي. أيوة. صباح الخير يا كابتن وليد، انا عارفه انك بتتابع. طبعا من بدايه الاعلان، بصوا يا جماعه احنا نهتم باصغر التفاصيل، هي كتابه الاعلان. بلاش الاميين واحنا ننتقي، بقينا نحط جمل يقول لك لا دي حلوه لا دي وحشه. طبعا استاذه انهار حلو، يعني مراعاه كل الابعاد كل التفاصيل النفسيه لحد ما وصلنا. طبعا العاملين الذين لم يحالفهم الحظ في استكمال العمليه التعليميه، وكملنا بقى على النهج ده. اخذنا دوره تدريبيه للمتطوعات اللي قدموا، لما بندرسوا متطوعات من عضوات النادي، من النادي. بعد لما قدموا طبعا وفقا لشروط وضعتها الهيئه العامه لتعليم الكبار، ان هم لازم ينطبق عليهم شروط معينه. تمام. لما انطبقت على المتطوعات اللي قدموا تم اختيارهم بعنايه جدا. وفي الغالب هم كل اللي تقدموا هو موافين للشروط اللي اتطلبت يعني بصراحه. بدأنا، أنا كنت فاكرة بصراحة أن هنعلم عادي يعني لما حد ما يعرفش يقرأ ويكتب، فأنا هعلمه، وأنا أصلا مجالي في شغلي مجال التعليم. فعادي. بس تعليم الكبار مختلف كتير. قالوا لنا لا تعليم الكبار غير، أنت لازم تاخد دورة تدريبية الأول علشان تعرف تتعامل. الكبير الكبير ده ليه خصائص وليه سمات وليه طريقة تانية خالص في التعليم. أخذنا دورة تدريبية وفرها بصراحة النادي، وبالتعاون مع الهيئة العامة المكان والمنهج والدكاترة اللي بيدولنا المحاضرات. كنا كل يوم حضرنا لمدة أسبوع من الساعة 1 تقريبا يوميا لحد الساعة 8 مساء. كنا حاسين ان احنا بنروح الجامعة، عارف احنا عندنا محاضرات. طبعا كان معانا الدكتورة ماجدة والدكتورة إيمان والدكتور سيد الألفي، أسامي كبيرة ليها قامة، الدكتور أيمن. علمونا ازاي نتعامل مع الكبير. لا الكبير ده اول حاجه بدأوا له خصائص. ايه خصائص الكبير؟ اول سؤال سالناه ما كناش عارفين هم قصدهم ايه. في نهايه الدوره عرفنا ان احنا هم كان قصدهم ايه من المعنى اللي هم كانوا بيشرحوه لنا، وازاي اتعامل معاه نفسيا وسلوك، انه ازاي يتقبل مني ان انا ادرس له. انا ممكن اكون اصغر منه سنا، ممكن يكون هو حاسس ان هو حد كبير صعب ان هو تعلمه، حتى هو مثلا رئيس عمال، حد حاسس انه. فدي فعلا احنا واجهنا كل الحاجات دي. اخذنا الدوره التدريبيه، تمت على خير، وامتحنا ونجحنا في الدوره التدريبيه. اخذنا الله يبارك فيكم، اخذنا شهادات ان احنا بقينا معلم معتمد من الهيئه العامه لتعليم الكبار. دي حتى في السي في بتاعتنا دي حاجه حلوه ومشرفه لينا جدا. لسه كنت هقول لك بالظبط. وبعديها بقى بدانا التدريس للعمال. عاوز اقول لحضرتك ان هي كانت منظومه، كان كل فرع بجد بدون مجامله في مدرسه. مدرسة، فصول، منهج، معلمات، مشرفات، جداول، التزام من العمال، طلبة وطالبات، طلبة وطالبات. التعاون كان بيتم من أول مجلس الإدارة وكابتن الخطيب والعلاقات العامة ومديرين الفروع والعمال اللي شغالين بيدخلوا يجهزوا لنا المكان. دي من أحلى الحاجات اللي في حياتي عموما. محو الأمية بجد ليه صدى جامد جدا. كان معانا، بس انت عارفه انت مش بتعملي حاجه مثلا حلوه ودلوقتي مثلا وقتيه، انت بتعملي حاجه يعني ابعادها مدى الحياه. انا بعلم حد يقرا ويكتب، شوفي قد ايه ده ممكن يفرق في مستقبله وممكن ينقله نقله ثانيه خالص. فعلا. يعني نقله نوعيه زي ما بتقولي. عايز اقول لحضرتك ان احنا واحنا في اول سيشن لينا كان طبعا واجهنا صعوبات. في ناس هي مش متقبل الفكره قوي، في ناس حاسه ان انا بعد زي ما بيقولوا شاب ودوك كتاب، لا انا مش هتعلم.
احنا كل ده واجهناه، بس بالخبره اللي خدناها من الدوره التدريبيه وبخبرتنا الحياتيه وبتوجيهات الاداره لينا، ان احنا قدرنا قد ايه نتغلب على كل الصعوبات اللي قابلناها دي. وفي ردود لكل شكوى وكل يعني بالزبط. شخص اللي هو عنده نوع من الانهزاميه، لان على فكره بيبقى في ناس فعلا بيفكروا كده حتى لو سنهم مش كبير، يقول لك خلاص بقى اللي حصل، اللي ذاكر ذاكر. وحاجات زي دي شخصيه في اهلي زايد، انا فرع اهلي زايد، شخصيه جميله جدا، هو من اكتر الشخصيات المحببه لقلبي بصراحه، وعشان كان كبير في السن. عم احمد، عم احمد كان فاضل عليه شهرين ثلاثه ويطلع معاش، فهو يعني دي انا احترمتها جدا برده في اداره النادي طبعا، ان هم ما قالوش ان احنا نهتم بالشباب اللي هو هيدي لسه معنا، لا هو اهتم حتى ما استبعدش حد زي عم احمد، يعني اعطاء الامل لكل من يريد. عاوز اقول لك الناس كلها، عم احمد ده قال لك انا يعني كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام هقرا واكتب واتعلم. انا هدعي لكل حد فيكم، ومش شرط انا اكون انا معلمته او غيري، هو كان في مجموعه تانية وبعدين بعد كده كنا بنلتقي في المراجعات بقى والحاجات دي، فكان بيدعي لنا فعلا من قلبه، يقول لك انا لو قريت حرف في كتاب الله او قلت ايه او قال ربنا يجعله في ميزان حسناتكم بالظبط، دي حاجه انتوا وكانكم بتعملوا اعاده احياء للانسان بالظبط، هي حاجه في منتهى الرقي بصراحه. وبعد طبعا قعدنا كذا شهر هم بيتعلموا ودروس بقى، ودي مش فاهمه مثلا اقول له ايه دي بتبدا بحرف، يقول لي انا عارف حرف اسمك نون مثلا حرف مش عارف، فابتدي يعني كل حد ازاي تدخلي له من المدخل، يعني حضرتك انت شغال مثلا في النجاره، طب يلا نكتب مسمار، يلا نكتب خشب، يلا، فانت بتوصلي من الحاجه القريبه لقلبه. وبعد طبعا ما قعدنا شهور بنتعلم وبقوا شاطرين جدا جدا، حددنا طبعا ميعاد الامتحان بالتعاون مع الهيئه العامه. ونسبه النجاح كانت قد ايه بقى؟ هو هي لسه النتائج ما طلعتش، بس البشاير النتائج مبشره يعني. خير يا يومها كنا خايفين عليهم بجد والله، كانهم اولادنا، كانهم اخواتنا، احنا واقفين متوترين، طب نقف معاهم، طب نطمنهم، دي كانت حاجه بصراحه تجربه اكيد استثنائيه جميله جدا. والحمد لله بفضل الله تمت الدفعه الاولى، وهنبدا بقى في الدفعه الثانيه، من هتبتدي تاني دوره تدريبيه للمتطوعات الجدد اللي هينضموا للمتطوعات التانيين، وهيبداوا بقى الفصول. تنميه الانسان يا نسمه دي من اهم الامور، ويمكن ما فيش دوله اصلا بتتكلم في تطور الا لما بتبقى مع هذا التطور اللي على الارض، لازم يكون في تطور للانسان، فانتوا بتعملوا حاجه بتخدموا بيها اصلا الدوله، يعني ده شيء محترم جدا. الحاجه الثانيه بقى، عشان احنا عايزين نستغل وجودك معانا على قد ما نقدر، لان انتوا بتعملوا بصراحه فعاليات كتيرة جدا، وبتروحوا لحاجات يمكن البعض يقول لك دي ابعادها ايه دي، او تفيد ازاي، زي بالظبط ما كلمنا عن معرض تراثنا، وسيادة الوزيرة كانت كمان حاضرة، ولما اجي كده ابص اقول طب هو المعرض ده هيفيد ازاي؟ هيفيد ان انت بتعرف المرأة وتعرف الفتاة الصغيرة وتعرف المصريين عن تراثهم، يعني بترجعهم كده تاني بالذاكرة، اللي نسي من ايام الدراسة، اللي مش عارف، اللي عايز بعد كده يشتغل في مجال له علاقة بالسياحة، له علاقة بالاجانب، كل ده بيفيد. فيعني كلمينا اكتر عن معرض ده، عجبني جدا. بقى هي دايما سياسه النادي الاهلي بتتماشى مع سياسه الدوله حقيقي، يعني اي حاجه بتلاقيها لها صدى احنا على طول يلا نشوف نتجه نفس الاتجاه. فمعرض تراثنا ده انا مش كل حاجه عاوزه اقول لك هي احلى من اللي قبلها، يعني كل حاجه بفتكرها في الباشن اللي انت بتتكلمي فيه والله. معرض تراثنا ده كان اول ما طبعا عرفنا ان المعرض هيقام، احنا قبليها كان معرض البازار، بازارنا ده، ورحنا معرض تراثنا، تم الاعلان عنه تمام، النادي بدايه من ازاي هنروح، وفر باصز على اعلى مستوى حقيقي فعلا، ميه، عصير، مواعيد محدده، حد معانا، احنا نفسنا بننظم، يعني لجنه المراه دايما بتحرص على يكون في تنظيم داخلي داخل المجموعه وخارجها، ان احنا ازاي هننظم ما بيننا، وازاي لما نطلع المكان ده هنكون بالشكل اللائق يعني. فروحنا معرض بازارنا تراثنا، اول ما دخلنا الناس اصلا من واحنا نازلين الباصز النادي الاهلي، ففي ترحيب، احنا شايفين زي النجوم لسه ما عملناش حاجه، احنا بس بننتمي للنادي يعني زي النجوم بقى، النادي الاهلي معانا العالم بقى، الناس انتبهت يعني، اتصيدتوا في المكان جدا بقى، الناس انتبهت بقى، النادي الاهلي ده كل عاوز يتصور وعاوز يصورنا. احنا دخلنا لقينا في استقبال المجموعه السيده نيفين جامع، السيده المصريه الجميله الاصيله، النموذج المشرف فعلا لكل سيده مصريه في استقبالنا، ورحبت جدا باستاذه انهار، طبعا استاذه انهار جميله وشخصيه مرحه ومحبوبه من الجميع بصراحه، صحيح. فرحبت بيها جامد وقالت لها، فاستاذه انهار قالت لها احنا لجنه المراه
طبعا اتبسط جدا ان مجموعه كبيره، وبس هي زي ما قلت لك عائله الاهلي، هي ما كانتش مقتصره على المراه بس، كان في ازواج وكان في شباب وكان في اطفال معانا. فكانت يعني احنا دخلنا بقى حسيت ان المعرض هو اشبه بالمتحف. انا مش بتفرج، انا مش داخله معرض، انا دخلت عندي انبهار بالمشروعات الموجوده، بالاعمال اليدويه، بالكروشيه، كلها ليها باك جراوند او كونكشن مع التراث المصري الاصيل اللي احنا كلنا لازم نعرفه ونحافظ عليه في نفس الوقت. احنا دخلنا حاسين احنا في حاله انبهار حقيقي بجد، كل حاجه بنقف عندها ونشوفها وازاي اتعملت، هاند ميد كله. هاند ميد كله. وبالمناسبه هي مش زي الحاجات الموجوده في الاسواق بامانه، يعني هي الحاجات موجوده سبيشال جدا، قد ايه الحرف جميله، قد ايه صنعتها مميزه، وكل حد عامل حاجه هو بيكلمك عليها كانها حته من قلبه، كانها ابنه، بيقول لك بصي انا عملت دي بخامه كذا. ابتدينا نعرف خامات احنا ما كناش يعني واعيين ليها شويه. كان معانا بنات اغلب البنات معانا اشتروا حاجات لجهازهم من هناك. السيده نيفين جامعه وجهت الشكر جدا لكابتن الخطيب على حرصه ان حاجات زي كده تطلع من النادي، اصل النادي ده جزء من المجتمع. او هو النادي قال يعني عاوز اقول المجتمع كله. فهو ازاي بيحرص على حاجه زي كده، بتنمي بقى الوعي عند الشباب. ولو انا عندي انا كسيده او ربة منزل مثلا بعرف اعمل حاجه، ليه ما انميهاش وليه ما اعملها واكبرها واطلع في معرض زي ده. انتوا الحقيقه عاملين شغل محترم جدا جدا جدا، بتهتموا من خلاله بكل ما يتعلق بالانسانيه وبالتنميه البشريه، يعني اكيد ابتداء من كابتن محمود الخطيب، مرورا طبعا بكل حضراتكم كل قائمين على لجنه المراه، واكيد اللجنه العليا للجان. أكيد. يعني كلكم تستحقوا الثناء والشكر والتقدير يعني، وان شاء الله موفقين في كل اللي جاي. احنا للاسف وقتنا خلص معاكي، بس سعيدنا جدا وتشرفنا بوجودك معانا. انا سعيد اكتر وبشكركم، وان شاء الله المرات الجايه تعرفوا بقيه الانشطه ان شاء الله. أكيد. أكيد. ونيجي نصور معاكم ونحضر كمان. انا بوعد اهو استاذه انهار على الهواء، انا عارفه هي بتتفرج، ان شاء الله هنيجي انا او كريم او انا وكريم باذن الله نحضر كمان فعاليه من الفعاليات الموجودين. نورتينا يا نسمه، منور بوجودكم. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم، هينورنا بقى كابتن شريف عبد المنعم. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لعشرة الصبح في الاهلي، وفقرتنا اللي هينورنا من خلالها كابتن شريف عبد المنعم، اللي النهارده على عكس المعتاد داخل وفي شيء من علامات الانزعاج مرسومة على وجهه، واكيد طبعا هنحب نعرف منه التفاصيل بعد اكيد الترحيب بيه. منور الدنيا كابتن. صباح الفل. صباح العسل. صباح الهنا. صباح. مش من قلبك، مش من قلبك يا كابتن شريف خالص. والله ليه؟ مش في الفورمه، مش في الفورمه. لا لا والله بالعكس. اكيد اكيد طبعا الواحد حزين، مش لحاجه غير ان يعني اديني حقي، وقلناها قبل كده اديني حقي وبعدين انا مش حاطه بحاجه ثانيه. اخطاء كتيرة بتتحول لكوارث، ولا يمكن ان احنا ما نبتديش بهذه النقطة. الحل وقبل الحل ايه اللي بيحصل؟ وانا جايب الفار علشان يبقى فيه نوع من عدم يعني الشفافية او الظلم، وشفنا حاجات بتحصل بعد ما الماتشات كمان بتنتهي يقول لك كان فيه مش عارف ايه في الدقيقة كام. هو فيه ايه؟ هو فيه مش نية مبياتة فقط، يعني في حدث ولا حرج، يعني بيتفرجوا على مؤسسة بتشتغل بكل خطوطها بكل إمكانياتها بكل تفكيرها بكل جماهيرها بكل أمنياتها، ناس بتشتغل، والناحية التانية ناس بتهد، ناس ما عندهاش ضمير، يعني مفيش أكتر من كده. ما تفضل سنة بحالها أو من سنين كمان وأنت بتتحارب على قصة لا، لابد أن يكون في حكام أجانب. والاهلي طالب في بيان في يعني الاخير عشان يبقى فير بلاي، يعني احنا بنطالب بفير بلاي، مش بنطالب تكافؤ فرص بس، لا ده فير بلاي. يعني وايه الاستفزاز ده؟ انا مش اهلاوي ولا زملكاوي في رؤيتك ولا اي، انا مشاهد عادي كده بتفرج. ايه انت بتستفز اللي بيتفرج ليه؟ يعني لو واحد قاعد من بره كده بيقول الله الكره دي جون، الكره دي بينالتي، انت بتستفزني ليه؟ حتى انا كراجل عايز استمتع بالمباراه، انت ايه الفعل الفاعل الفاضح؟ أيوة. اللي انت بتعمله ده فعل فاضح. طب لمصلحه ده مش اول ماتش. حلو التشبيه ده. ده فعل فاضح والله. ده في ماتش كريم للمنافس بيلعب المصري في اسكندريه، الماتش خلص خلاص. ايوه. فكان في لعبه مشكوك فيها من دقيقتين عدت عليها الكوره. بعد ما الماتش خلص. لما الماتش خلص هيصفر خلاص. قال له لا تعالى هنا الحقني. ده في كوره مش عارف ايه، ها 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 بينالتي. راح شافها
رجع ادى قرار بينالتي ماشي ولا ليا دعوه انا بس الفار ايه صحح في ديلي غريب وعمل ريبلاي للكوره وراح انا ما كنتش عايز اكتر من كده امبارح. ايوه يا عم هات الكوره. الراجل حط رجله الاولانيه على الخط ورجله الثانيه نص متر جوه الجون بيطلع كوره من جوه الجون نص متر. يعني ايه انت مش شايفين الحاجات دي كلكم؟ طب اللي بيحصل ده بيحصل ليه وفي مصلحه مين؟ في مصلحه مين؟ في ضدنا. مصلحه مين؟ مصلحه اي حد. ما هو الدوري ده او اي بطوله الاهلي مش عايزها اي حد ياخدها. كويس؟ لما انت مش يعني مش هتاخدها ما هو انت باللي تعمل فيك ده كله ما اي حد ياخد الدوري بقى خلاص مش مشكله. كله عايز يجي يشوف انت ازاي بتاخد كل البطولات وبتاخد كل الاضواء وبتاخد كل حاجه بالعافيه بقى. هي عافيه بقى وسوشيال ميديا وصوت عالي والكلام ده. واحنا عمرنا ما هيبقى صوتنا عالي. احنا بنشتغل احنا مش فاضيين للمهاترات دي. لا مش فاضيين حقيقه. ولا هنعمل ولا هنروح للشكل ده بس بننجر لده ولا هتنجر. انت بيبقى عندك ناس المفروض الناس خلاص بقت كلها بتتكلم يعني انت فاهم ازاي؟ او انا مثلا دلوقتي بقيت بتكلم انا ليه اتكلم ولا ليه اقول لك انت راجل خاطئ؟ انت بتخطئ ليه اصلا؟ ايه اللي ليه هيعود عليك غير اللي انت بتسمعه دلوقتي ده؟ غير ضميرك فين؟ انا مش فاهم. كرة جول احنا ما بنتكلمش. ده المنافس دخل فيه جول وما اتحسبش بطوله افريقيا وخد البطوله. كويس؟ ومفيش حد فينا اتكلم. دي بطوله ما حدش فينا فتح بقه. انما انا النهارده كل ماتش كده كل ماتش يتلغي لي جوال جولين وكل ماتش كل ماتش ضربتين ثلاثه جزاء. بالظبط انا بلعب من غير الفار. طب والفار ضدي انا بس ولا ايه؟ طب تلعبوا بقى ثانيه واحده. طب احنا ننزل نلعب 10 من اول ماتش تكافؤ فرص. يعني انتوا شايفين الاهلي جامد قوي كده؟ طبعا جامد عليكم. الاجابه تبقى خلاص العبوا انتوا 12 واحنا 11. لا انتوا بتلعبوا 15 واحنا 11. ازاي يا كابتن بنلعب 15؟ ما انت والحكم والفار اربعه يبقوا انتوا 15. اعد لكم بقى الباقي اللي بيفضل يجعجع من بره ويفضل يتكلم. يعني ما انت بتساليني انت مالك جاي النهارده؟ انا جاي ولا ليه دعوه بالدوري ولا انا مشاهد عادي جدا بتفرج مستفز. صحيح. الله دي كرة دي جون. ولو على فكره والله ثلاثه لو على فرقه ثانيه برضه ساستفاد. يعني المبدا واحد. المبدا طبعا. واحد بالنسبه لي الكرة دي جون ازاي ما تتحسبش. صحيح. انا عايز اسال حضرتك حاجه بقى. يعني دلوقتي لما نتكلم ان الاخطاء التحكيميه قد تصل اللي هو المقبول بنسبه 10% ماشي، لما توصل لنسب اللي احنا شفناها تقريبا قد تصل ل 35% اخطاء تحكيميه، المفروض ان ده يتصرف ازاي دلوقتي النادي المضرور؟ انا مش هتكلم عن النادي الاهلي خالص، النادي المضرور يتصرف ازاي؟ غير ان احنا طلعنا بيان وطلبنا قبل كده بحكام اجانب واتقال لك لا تمام وهنعمل وهنسوي ولم يتم شيء على الارض، المفروض نعمل ايه؟ لا الوقفه دي لازم تكون وقفه جامده وشديده يعني. لان الناس مش هتسكت. مفيش حد هيقبل بهذا الوضع يعني. هي ايه يعني انا مش فاهم. لا لازم وزاره الشباب والرياضه تتدخل. يعاد تكرارها مره اخرى لا في يعني لا بطولات لازم اخرى. لا لازم كل من هو مسؤول في الدوله عن النشاط الرياضي يتدخل. ده شكل استفزازي بحت كافر ويسيء لشكل الكوره المصريه. يعني ايه اللي انتوا فيه ده؟ يعني هو كده احنا كده بقى هذا الشكل هو اللي هيتعامل؟ اقسم لك بالله لو مش مع الاهلي بس ايوه مع اي حد. ادوا الناس حقوقها يا اخي. انا مش فاهم ده. انت المفروض الحكم ده اللي هو القاضي بتاع المباراه بعدين تكرار الحكام اللي قاعده بتساعده دي كلها حكام كمان. المعدل ربنا. عالي المعدل صح. عالي قوي. بعدين يسيء للكره المصريه ويسيء للجنه التحكيم وللحكام المصريين ويعرقل مشاركاتهم في اي مواجهات خارج حدود مصر بعد كده. يعني دي انعكاسات وحشه كتير. معاك حق. الناس اللي بتطلع تقول الاهلي كان وحش اللعيبه وحشه مش عارف ايه. انا هقول لك حاجه في الملعب. انت وانت بتلعب وانت كسبان 1-0 غير لما تلعب بتدور على انك تجيب هدف. بتدور انك انت ليك سابقه الحضور جوه المباراه طول ما انت هو الاهلي ما بيحاولش كل شويه؟ الاهلي ما بيروحش مع طبعًا. بيروح بكل شويه. انما طول ما انت بتعمل فيا كده طول ما انت كمان بتستنفذ قوتي النفسيه والعصبيه أيوة جوه الملعب طبعا عامل يعني كبير. انا الحكايه الناس فاهمه ايه؟ اهي كوره وراحت مثلا. لا مش كده. لا ما راحتش ومش في المرحله اللي احنا فيها. هبقى انا كسبان 1-0 هجيب الثاني خلاص. المنافس بيلعب معايا في نفس الوقت
الاهلي جاب جولين، الاهلي جاب جول، ممكن اعصابه تبوظ، ممكن ما يبقاش بيلعب ارتياحيه. يعني انا استدي حاسس فيها زمان سنه 78 فجاه قبل الدوري ما يخلص كده راح مطلعين قرار مش بالاهداف ولا بالمقابلات ولا باي حاجه، قال لك بفرق قبل الماتش كانت ايامها كان في قرار قانون كده راحوا مغيرينه ان الدوري لو وقف بتاع يتعمل مباراه فصل كويس، لا قال لك لا بالاهداف، طلع القرار ده طلعه. طب احنا شغالين كده بسم الله، احنا شغالين قبلها باربع خمس ماتشات قبل ما تخلص، كانت الاهداف كانت قريبه من بعض خدت بالك؟ ما اعرفش ايه بقت، كانت في صالح نادي الزمالك اعتقد الاهداف. لعبنا الماتش ده وصلنا لاخر ماتش، لعبنا في نفس الوقت نفس الماتش ده بتاع امبارح، كنا كسبين اربعه احنا والزمالك بيلعب اسماعيلي. اوكي الاهلي جاب جون في مصر تك الزمالك جول، الاهلي جاب جون في مصر ودي تك الزمالك جول، كل ما هنجيب جول ده غير الاجوان اللي اتلغت لنا برده بنفس الشكل سنه 78. احنا الحكايه دي عدت علينا لان احنا كنا على طول بناخد الدوري على طول موجودين، واحنا اول يعني بعد نادي اسماعيلي خدنا بطوله افريقيا واحنا فتحنا الباب وابتدينا ناخد الكاس، ويعني سنه 82 خدنا الكاس وخدنا الدوري وخدنا كاس افريقيا برضه، واتلغى الكاس بسبب ما معرفش يكون هنلعب الزمالك برضه اتلغى سنتها يوما. فاحنا شفنا حاجات دي قبل كده كتير، على طول يقول لك اتحاد الكوره والصحافه والتحكيم ومش عارف ايه الاهلي، فين الكلام ده؟ طلع لنا بس كام واحد يفضل يقول لنا ايه ايه ده مين دول؟ انا مش فاهم يعني. طيب كابتن شريف وبعدين الناس واخدينها زي ما انت عملتي كده ضحكتي بيقعدوا يتفرجوا عليهم يضحكوا، ما دي حاجه تضحك بجد يعني، لا هي حاجه من كتر ما هي تضحك، كل واحد رافع نفسه ان هو المحامي العام بتاع النادي. دي حقيقه يا جماعه مش عارفين تبقوا زينا. طب انا عايزه حضرتك تهدى كده شويه لان بجد كابتن شريف لا ده انا هادي. لا انا عارفه حضرتك انت مش كده، طب ممكن تشرب ميه زي البرامج بقى تشرب ميه. لا عايزك تهدى بجد والله، لاول مره والله العظيم تهدى. انا هادي، انا الحمد لله ربنا مديني ومديني كتير قوي، اديني اثنين افريقيا في ست سبع لا 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 يعني حدث حدث ولا حرج، دي حقيقه يعني مديني مؤسسه انتمي ليها نعمه لاي حد من كانت تبقى اهلاوي، عندنا كلام كتير ونقوله وافعالنا. طب احنا هنكمل ازاي بالشكل ده؟ يعني على الاقل المباريات المتبقيه هيبقى الوضع فيها ايه؟ هل هتتلعب من منطلق انها تحصيل حاصل ولا نلعبها واحنا في انتظار اي مفاجات قدريه؟ يعني الامور هتمشي ازاي؟ احنا هنفضل في موقفنا السليم في حياتنا السليمه في مبارياتنا في كل حاجه. ياما حاجات بتحصل في الدنيا، بس الحكايه دي كلها لازم الناس يبقى عندهم شويه يعني الظلم وحش وعدم تكافؤ الفرص اعتقد سيء جدا. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ تحدث اكثر من مره، اديني تكافؤ فرص، انا مش عايز اي حاجه ثانيه، اديني حقي، انا مش طالب اي حاجه ثانيه. ف على كل حال ممكن انتقل معاك لنقطه مهمه برضو، فكره بقى الفريق بتاعي. تعالى نتكلم شويه ومش هننسى ده بس هنحيه جانبا شويه، التحكيم ازاي بتشوف برضو اداء اللعيبه في هذا الموسم في الدوري، وهل احنا عندنا برضو بعض الاخطاء بعض التجاوزات بعض الامور النقاط اللي انا عايز احسنها، اللاعب ده مثلا مستواه ما كانش قد كده، يعني خليني اعرف من حضرتك برضو تقييمك. بصي انت فاتحه شقين دلوقتي انا هجاوبك فيهم. انا من ايام انا كنت بلعب ما كانش عندي حكايه كل 72 ساعه ماتشين. هي ظروف ولا كان عندي الاحتراف، ما كانش عندي وقتها حاجه اسمها احتراف، فانا بحاسب اللعيب دلوقتي انك انت محترف صحيح زيك زي اللعيبه كلها زيك زي العالم كله، كل ما فيه ان المناخ بس الاحترافي يبقى في مصر ممهد احسن من كده، من ادوات لبنيه تحتيه لكل حاجه، ودي اللي الدوله كلها بتحاول النهارده تعمل الملاعب خلي الامكانيات كلها متاحه انك انت ما يبقاش عندك اصابات كتير بسبب ارضيه اللي بتلعب عليها، الاجواء العامه تكون مسهله، الشكل الدولي والشكل المحلي يفضلوا يوفقوا بينهم ويبقى في حاله فيها من العداله للعيبه كلها وكل حاجه، فكل ده طالع ابجريد بالنسبه للعبه نفسها. انما قصه ان انا اجي على لعيبه بتلعب في افريقيا وبتسافر كويس وترجع تلعب محلي وترجع
بتلعب في البطوله هي بتكسب البطولات كلها كويس وبتصفي التصفيات أيوة كلها ايوه صحيح وبتسافر تلعب في تمثل مصر في كاس عالم للانديه وبتكسب وغيري قاعد مرتاح ومريح واخد بيتكلم معايا بس في التلفزيون قاعد يقول لك عمرك ما هتكسب ولا تاخد ميداليه عمرك مش عارف ما هتعمل ايه لو خدت الدوري هحلق شعري احنا قاعدين فين لا 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 اللغه غير مقبوله اللغه غير مقبوله من البعض برضو خلينا نقول مش الكل لو مش عارف ايه يا عم ما تشتغل انت معاك فرقه كويسه وانت كويسين وتقدر تكسبه عادي جدا من غير مساعده من غير اي حاجه من غير ليه بتشوه صورتك وليه بتشوه صورتك بتقلل نفسك لما يعني. تتكلم بالطريقه دي فيها تقليل للذات يعني هو في ايه كويس انا بتكلم عن نفسي انا فانا بتعرض لاصابات بتعرض لكل 72 ساعه ماتش بتعرض للارهاق العام النفسي وانا لا ارحم كمان جمهوري لا يرحم ولا انا برحم نفسي صح. انا كل ما بتجي لي بطوله هل من مزيد صح هل من مزيد كويس كل ما بتجي لي بطوله احطها عندي في ولان انا الدستور بتاعي بيقول كده انا ما بتعادلش اديك شفت امبارح اتعادلنا مش اتغلبنا اول امبارح اتعادلنا مش اتغلبنا ها الدنيا قامت وقعدت والناس مش طايقه نفسها وتليفونات لينا وتليفونات والكلام وبنتكلم بعض التعادل من وجهه نظر الجماهير بطعم الهزيمه للاسف ده يعني. بطعم اي ما ينفعش انت بتروح تلعب في افريقيا مفيش اكسجين بتلعب ويوم ما بيجرى لك حاجه بتبقى مش طايق وبتحمل اللعيبه وبتحمل الجهاز الفني وبتحمل كل حاجه فمركزك في مركز النادي الاهلي وقياده النادي الاهلي مش سهل حد واحد بس اللي هو الفوز والبطوله فانا ما حدش بيرحم اللعيبه انا مش قادر اقول للعيب انت كويس ولا وحش صحيح اللعيب كله 48 ساعه بيلعب صحيح ماتش. انا مش فعلا. انا ما اقدرش العضلات دي عضلات انسان يعني مش طبعا. ولازم عندك يبقى 2 3 في نفس المكان في كل حته عندك مستشفى بحالها في نفس المكان في نفس الوقت انت صاحب البطولات وصاحب الانجازات فاوعى او اوعى او اي يوعى او اي حد موجود يتكلم على اي لعيب بتكلم لا يقول موسيماني وحش ولا يقول لعيبه وحشه ولا يقول اداره وحشه ولا يقول اي حاجه وحشين لا دي ظروف احنا بنعدي فيها اكننا في حرب بنحارب هنا وبنحارب هنا وبنحارب الشكل العام كله اللي مستكتر عليه ويا ريتها حرب شريفه وفيها نبل في الخصوم وعلى كل الاحوال هستاذن حضرتك بس خلينا نقف عند النقطه دي هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كابتن شريف عبد المنعم يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه عوده لضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن شريف عبد المنعم المستاء جدا جدا من الاوضاع واللي ساعه لما كنا في الفاصل عملنا مقارنه كده ما بين زمنين الحقيقه زمن الخالي من الفار ومن الكوارث التحكيميه الملفته للنظر والوقت الحالي اللي احنا فيه وقفنا في الكلام عند النقطه دي في فرق في الازمنه وفي فرق في اسلوب اللعب والطرق والخطط احنا كان عندنا ميزه في الزمن بتاعنا السرعات كنا نمتلك سرعات كتير قوي من اللاعبين يعني كان عندنا مصطفى عبده والناحيه الثانيه الشريف عبد المنعم ومختار مختار وطاهر الشيخ ومحسن صالح يعني كان عندهم سرعات كبيره قوي في نقل الحركه في اي حاجه عندنا من الفنيات صفوه وكل حاجه صفوه بحليمه الله يرحمه وبلاي ميكرز عندنا من الشغب مجدي وشطه يعني عندنا من ديفنس مير همام ومصطفى وصالح محمود صالح يعني عندنا من الاطراف عبد الباقي وربيع وفتحي وحسام بدري ويعني عندنا كنا اختلاف وكميات كبيره قوي في كل مكان وعندنا خط دكه بره بدلاء احسن يعني ما يقلش عن اللي جوه طبعا صحيح كانتش اصابات كتير قوي كده كان كتير وبس كان كابتن زيزو هو اللي بيبقى عنده شات ساعات كتير بيروح يتعالج ويرجع ما بيلحقش يعمل ريكفرنج كان عندنا 2 تغيير في الملعب مش 5 طب بس ما كناش بنلعب كل 72 ساعه ماتش يعني هنا بقى الحكايه اتغيرت خالص الكوره بقت المفروض متكوكه اكتر من كده الباس الكوره هي اللي بتجري الشكل الدفاعي الهجومي هو الغالب على الخطط اللي احنا بنلعب بيها فنوعيات اللعيبه في تصنيفها بقت كل واحد في حتته لازم ينجز اليوم ده يعني زي حسين الشحات ما كانش حسين الشحات هينجز النهارده مفيش هنطلع نقول لا ده وحش ما كانش علي معلول هيعمل لي كام كوره وكلام ده يقول لك لا ما بقاش زي الاول لو ما كانش بقى كل واحد بيتحاسب بالماتش بالحته
صح فهمتني؟ وبالنتيجة، النتيجة لما بتكسب بتلم كل الأخطاء وبتشيلها. ف انت مش هي مش ابره وفتله بقى، احنا هنفضل ايه نقول ده يمشي النهارده وده يجي بكره وده يعمل مش عارف. هي ادارات ومسؤوليات فنيه لاجهزه فنيه. طب احنا بنجيب مدرب ليه؟ بجهازه الفني بالشكل الفني، هو المسؤول، هو اللي يقول لك اه ده انا شريكه نص ساعه، ده عندي 40 دقيقه، ده مصاب، ده دخله واحده واحده، عندنا لجان بتقعد مع بعض عشان تعمل بس عشان تحط الفرقه كل ماتش. ده بيبقى كذا واحد قاعد بيتكلم، بتاع المحامي الخططي، تحت الاداره نفسها، السلوك، الدنيا كلها. هم دول بتيجي تلاقي ال 11 لعيب دول قدامك فجاه، هم دول تصفيه الشغل بتاع 48 ساعه، مش هقول لك الاسبوع بقى لان انا 48 ساعه ماتش. فالدنيا مختلفه بيننا وبين دلوقتي خالص. الشكل دلوقتي البطولات كترت، احنا عندنا زمان كان حاجه اسمها السوبر الافريقي ولا السوبر المصري ولا الشكل كتير قوي في البطولات، كاس العالم للقارات وكاس العالم للانديه، وما كانش عندنا. وهنفضل كده على فكره اعتقد عشان الامور تظبط شويه لسنه او سنتين كمان، يعني احنا هنفضل بالضغط ده، يعني هو مش خلاص كم ماتش وهتعدي، احنا الضغط ده هنفضل فيه. فيعني الموضوع برضه صعب. اللي مطمن الناس الاداره القويه اللي هي عندك، يعني وخاصه ان المشرف كمان خدت بالك من قبل مجلس الاداره، هو كابتن محمود خطيب من احسن من لعب كوره، وفاهم الدنيا ماشيه ازاي وفاهم تمشي ازاي، يعني وقريب قوي لعيب كوره، قريب قوي من الحكايه كلها والناس كلها بتحبه، فواثقه في كل حاجه هو بيعملها. وربنا الحمد لله يعني واضح ان هو كل حاجه بيعملها الحمد لله ليها رد فعل وليها صحيح بطولات وليها، فالدنيا ماشيه من احسن على ما يكون يعني. فما فيش اي حد عنده قلق من اي حاجه، ان النقاش في كل حاجه اللي نفسك فيه واللي نفسي فيه واللي الشارع بتكلم فيه موجود. أيوة. موجود عندهم كلهم، واحنا كلنا قاعدين مع بعض بنتكلم، يعني احنا قاعدين كده مع بعض نفس الجمل نفس الشكل نفس الامنيات اللي احنا بنتمناها، كل الدنيا في كل المؤسسه هي نفس الشكل الواضح، نفس الاستياء اللي انا وانتي والجماهير كلها والاهلاويه اللي احنا فيه النهارده، كل الدنيا شايفه، بل الدنيا كلها حتى اللي مش اهلاوي قاعد وبيقول معاهم حق، يعني هم ما كانوش النهارده هيتكلموا بالشكل ده، هيتكلموا امتى؟ ده فعل فاضح يعني. انا عاجبني جدا المصطلح، وهنقفل بدايه ان هو فعل فاضح، يعني اعتقد اقرب مصطلح ممكن ان هو يكون مناسب للوضع حقيقي يعني. طيب ممكن نختم برساله من حضرتك برضو لجماهير الاهلي المستاءه بطبيعه الحال، لان الوضع ما اعتقدش فيه اهلاوي حتى والله غير اهلاوي، انا اعرف ناس اصحابي فعلا مستائين وما لهمش علاقه بالاهلي، يعني مش اهلاويه بينتموا لنوادي اخرى، فعلا عندهم حزن. انا بكلم حضرتك بجد. لا هو الجمهور الاهلي ده مسمينه دلوقتي اللي لا يرحم لازم البطولات لا هو الرحمه كلها الجمهور الاهلي هو الرحمه بعينها. يوم ما اتغلبنا من سان داونز جماهير الاهلي كلها واحنا جايين نلعب سان داونز هنا في اسكندريه بيسقفوا قبل وبعد الماتش ولغايه لما جينا كسبنا سان داونز مرتين بعد كده وخدنا منهم يعني ده الرحمه كلها هو جماهير النادي الاهلي، الحب كله الجارف للاعيبته هم جميل، هو الجمهور عايز من اللعيب انه يبقى احسن واحد في الدنيا صحيح عشان يتغنى باسمه اكيد، بيقول له انت عندي هنا انا جاي لك عشان اتفرج عليك عشان انا بحبك. فهو الجمهور ما عندوش اي قصو على اللعيبه على فكره، ما عندوش اي هجوم على النادي بتاعه ولا نيه بالظبط. ده افتح الملعب دلوقتي وقول لجماهير النادي الاهلي تيجي هيشيلوا اللعيبه دي شيل من اول لاخر قصر النيل لغايه عندنا هنا في المهم بس ان الجماهير دي اللي بتبتسم بالرحمه على حد تعبير حضرتك، احنا محتاجين نرحمها بقى من الكوارث التحكيميه ومن الفار وعمايله. هم يرحموا هناك هم يرحموا. نورتنا كالعاده كابتن شريف، بنسعد جدا بوجود حضرتك معانا وجزيل الشكر لوجودك. سيل ذوقكم. شكرا لحضرتك كابتن شريف، واحنا بنشكر حضراتكم كمان على متابعتنا كل هذا الاسبوع مش بس النهارده، ونشوفكم ان شاء الله واسبوع جديد ويكون مليء بالخير يا رب. ويعني ونتمنى ان يعني اللي احنا بنسمعه وبنشاهده دلوقتي على ارض الواقع ان هو ما يكونش موجود او ينتهي على الاقل وما يتكررش في البطولات اللي جايه قدامنا، لسه بطولات في غايه الاهميه، كل اللي احنا طالبينه يكون فيه عدل على الارض لا اكثر ولا اقل. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد.